طيب بالكابتن سيد عبد الحفيظ، خلينا نروح لكابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق، لان هو برضو قال تصريح، هو اتكلم قال ان الجهاز الفني للاهلي كان بيسعى دائما لتحقيق الفوز وتقديم مستوى كمان جيد خلال لقاء مصر المقصه قبل خوض هنا تحدي جديد وكبير امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي، ده في نهائي دوري ابطال افريقيا. وجه الشكر كمان لكل اللاعبين اللي قدموا مستوى مميز حقيقي خلال المباريات الاخيره، وقال ان الفريق الجنوب افريقي منافس جيد والدليل هو وصوله للمباراة الختامية في هذه البطولة أو بطولة بحجم دوري الأبطال. قال كمان أنه بيمتلك لاعبين جيدين للغاية وأن هذا المفهوم تم التأكيد عليه مع اللاعبين من أجل خوض المباراة بمنتهى القوة، من أجل إسعاد كمان جماهير الأهلي. خلينا نروح نتابع برضو جزء من التصريحات ونرجع نكمل. أنت دايما بتحاول تجتهد وتتعب وتعمل عليك، أعتقد اللعيبة كانت مركزة في كده، يعني زي ما أنت قلت عندنا كذا هدف أحرزناه وكان أوفسايد وبعد كده بترد عليك بضرب الجزاء، لكن أنت عارف برضه لعيبة النادي الأهلي وشخصياتهم وإزاي يبقى عندهم تصميم اللي هم يرجعوا المباراة ويقدروا يخلصوا المباراة، فأعتقد الحمد لله كان عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة، عندنا ثقة كبيرة جدا اللي هم متحملين مسؤولية كبيرة في وقت صعب جدا، خصوصا نهاية مرحلة مهمة جدا اللي أنت كنت تنهيها بشكل كويس عشان خاطر تأهلك كويس نفسيا لبطولة كبيرة اللي كلنا بنحلم بيها وجمهورنا بيحلم بيها، بطولة أفريقيا. فأعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا من كل اللعيبه واداء مميز جدا، واعتقد مباراه اعتقد اديناها بشكل كويس، اللعيبه ادتها بشكل كويس، حتى الروتيشن اللي حصل من خلال المباراه اعتقد برضو اللعيبه الحمد لله ادت اداء مميز وكان لها شكل في الاداء وعملت منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله يمكن دي بتبقى بالنسبه لنا مشكله لكن بتبقى مشكله كويسه للفرقه يعني. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره النهارده وان شاء الله تحدي جديد بقى الفتره اللي جايه. هو الراجل اتكلم اللي احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل بشكل كويس، عندنا فرص كويسه، لازم نبقى اهدى في الثلث الهجومي، هيجي لنا فرص كويسه، لازم نستغل الهاف سبيس اللي في ظهر هشام محمد، وانت عارف ملعب الملعب عريق جدا يعني بتاع الجيش استاد الجيش، فمهم جدا ان انت تستغل من عمق الملعب وتقدر تعمل تخترق الاختراقات اللي تستغل سرعات شريف او الكرات العرضيه اللي بتقدر تستغلها من عن طريق عالي او عن طريق اكرم، واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت مستوعبه جدا وقدرت اللي تحقق ثلاث اهداف مهمين جدا في وقت مهم جدا، واعتقد بشكرهم طبعا. هي كره لعبه تفاصيل يعني، مهم جدا ان انت لما يكون عندك لعيب مميز زي محمد شريف بيقدر يشتغل برجله كويس من اليمين والشمال ويجيب هنا اهداف، يكون عندي نقص شويه في الحته دي، فبتقدر من خلال التدريبات الفرديه تقدر تنميها، فاعتقد النهارده الحمد لله احرز هدفين مميزين جدا بدماغه النهارده وحاجه كويسه جدا يعني. برده نفس القصه صلاح محسن من اللعيبه المميزه جدا في الهيدرز، برده بتاكد على المهاره دي، ديانج برده في التصويب برده من اللعيبه اللي برده احنا بنشتغل معاهم بعد التمرين اللي هو برده يحسن الحته دي، فاعتقد الحمد لله كل ما بتشتغل في التفاصيل ديت كل ما بيبقى لها مردود يعني، لكن هو ده الطبيعي ان انت بتشتغل على الحاجات ديت عشان تساعد فرقتك عشان يبقى عندك حلول هجوميه كتيره وتقدر في ماتش زي ده وتقدر تحسمها يعني. الفرقه اللي بتلعب نهائي افريقيا اكيد يبقى فرقه مميزه، عندها لعيبه كويسه، عندها قدرات كويسه، لان انت بتلعب نهائي افريقيا اكبر بطوله في دوري افريقيا، فلازم نحترمها جدا، لان انا بشوف في ناس كتيره جدا بتقلل من قيمه كايزر وكده، وممكن تتاثر على وممكن تاثر عليها سلبيا، زي برضو زي النغمه اللي كانت موجوده ان التفويت والنادي الاهلي بيفوت، النادي الاهلي الحمد لله بيكسب كل فرق، حتى البطل حتى دلوقتي متصدر الجدول يعني، نادي الزمالك النهارده متصدر الدوري، احنا الحمد لله واخدين منه 4 نقاط، فاعتقد يعني دي نغمه كانت حاجه مش حلوه يعني، لكن احنا دايما ما بنسمعش الحاجات السلبيه ديت، احنا عندنا هدف، مباراه مهمه جدا، مباراه كبيره جدا، 90 دقيقه مش عاوز اقول فاصله، لكن مهمه جدا في تاريخ الجيل دوت اللي هو يعمل مجد جديد لنفسه الاول والناديه ولجمهوره اللي هو متعطش جدا لكل ما بياخد بطوله يبقى متعطش بطوله اكبر اللي بعدها، فاعتقد الحمد لله اللعيبه مقدره المسؤوليه ديت واحنا مقدرين المسؤوليه ديت، واعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى كالعاده يعني اقصى ما عندنا عشان نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ونوعدهم ان شاء الله اللي احنا نرجع بالبطوله. قادرين على الفوز باللقب باذن الله؟ طبعا ان شاء الله باذن الله وحده ان شاء الله ربنا يكرمنا. انا ما بشوف دايما ما فيش حاجه اسمها حلم، انا بشوف ان في حاجه اسمها هدف انت بتسعى له يعني، تاخد بالاسباب وتشتغل عليه كويس اعتقد ربنا يديها لك.